بيان إلى الرأي العام. لا تزال دولة الاحتلال التركي مستمرة بنهجها العدائي والعدواني على مناطق شمال وشرق سوريا، فمنذ عدة أيام يكثف الاحتلال التركي من هجماته على مناطق تل تمر وزرقان في شمال شرق سوريا، وتستغل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، كما تعمل على الترويج لعملية عسكرية جديدة تجاه مناطقنا. إن التصعيد التركي يندرج تحت إطار واحد، وهي ضرب أي تجربة ديمقراطية أينما وجدت، كونها تخشى من هذا النموذج. وعليه فهي منذ عدة أيام تقوم بقصف مكثف جوي وهجوم بري لمناطق الدفاع المشروع في إقليم كردستان العراق، بهدف احتلال الشمال العراقي ولضمه إلى تركيا وبسط سيطرتها على المنطقة وإعادة أطماعها العثمانية التوسعية، منتهكة بذلك كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وتعمل على تقطيع الأواصل بين شعوب المنطقة بالتعاون الواضح مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والضغط على الحكومة العراقية في بناء جدار العازل حول منطقة شنغال. إن أهداف تركيا واحدة في كل من العراق وسوريا، وقد بات ذلك واضحا من خلال عمليات التتريك والتغيير الديمغرافي في كل من عفرين وجرابلس والباب في شمال سوريا، وعملت على تحويل قادة المعارضة السورية إلى مرتزقة تتصرف بهم كما تشاء وكيفما تشاء، وبذلك قضت على حلم السوريين في نيل الحرية والكرامة. كما إن تدخلها السافر في العراق وأقليم كردستان يأتي بهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة وبسط سيطرتها وهيمنتها في منطقة الشرق الأوسط. إننا في حزب سوريا المستقبل نتوجه إلى كافة الشعوب، شعوب المنطقة والقوى العالمية، بأن تكون يدا واحدة حيال هجمات الجيش التركي في شمال شرق سوريا أو شمال العراق. وكما نطالب حكومة إقليم كردستان العراق بعدم الانجرار خلف أجندات دولة الاحتلال التركي، ونناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال التركي للحد من سياساتها الاستعمارية في المنطقة والعالم. عاشت مقاومة الشعوب، عاشت سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. الرقة، حزب سوريا المستقبل، تاريخ 20/4/2022.